نعش النبي أمامه ووراءهم نبذوا كتابه منعوا البتولة أن تنوح عليه أو تبكي مصابة لم يحفظوا للمرتضى رحم النبوة والقرابة أسد الإله كيف قد ولجت نعاج القوم غاوى قد أطفأ نور الهدى مذ أضرموا بالنار بابا بيت النبوة بيتها شادت يد الباري قبابة يا قبابة يا أذن الإله برفعه والقام قد هتكوا حجابة بأبي وديعة أحمد جرعا قد سقاها الظلم صاب عاشت معصبة الجبين تأن من تلك العصابة وأمض خطبا في حشى الإسلام قد أورى التهابة شنو أعظم خطب يا شيعة قال بالليل وراها الوصي وقبرها عفا تراب